طيب برج العقرب، انا شايفه عندك هنا في الطاقه بتاعتك، انا شايفه في تعلق او في امور عالقه، يعني ما فيش حاجه حصلت بشكل تام، في امور عالقه عندك، او انت حاسس او انت تكون مستسلم لامر ما في الوقت الحالي، حاسس انك ضحيه ظروف معينه في الوقت الحالي، وضعك ما فيهوش قوه في الطاقة الحالية، بعكس الشريك، يعني بعكس الشريك هو ظاهر لنا، انت ظاهر الهانجد مان وهو ظاهر الماجيشن. شايفة في امور فيما يخص انفصال، شايفين هنا في كلام عن انفصال، انفصال عن شخص، في بينكو اختلاف، انت بتحس ان الشخص ده توأم روح. شايفة برج العقرب عاوز فرصة جديدة في العلاقة اللي فيها انفصال، تمام؟ برج العقرب في انفصال، في عندك مسؤولية، في محاولة لموازنة الأمور، شايفة في هروب أو ابتعاد. الشريك، أنا شايفة إن العلاقة دي ممكن كانت علاقة فيها حب، فيها مشاعر، علاقة سولميت، حصل فيها نزاع للبعض، ممكن تدخل طرف ثالث كان من أسباب الانفصال. شايفة هنا كمان مشاكل أسرية، ممكن يكون اعتراض من الأسرة للبعض منكم، وللبعض ممكن دي تكون مشاكل أسرية بينكم انتوا، يعني بين هنا ممكن يكون الكلام عن أشخاص موجودين في زواج، تمام؟ طيب في عندنا برضو خداع بالنسبة لبرج العقرب. برج العقرب، انت بتتعامل مع شخص غامض جدا جدا جدا، شايفة هنا في طاقة غموض، ممكن كمان بتتعامل مع شخص ممكن يكون روحاني، ممكن يكون بيستعمل، يعني ما يظهر هنا الهاي بريستس مع الماجيشن، ممكن تكون بتتعامل مع شخص عنده قوة روحية، أو في حاجة خارجة عن إرادتكم فيما يخص الجوانب السلبية أو أعمال السحر أو الحاجات دي كلها، كانت سبب في شخص تدخل بطاقة مؤذية في الأسرة دي، سبب ليها أذى وأظهر مساوئ كتير قوي موجودة في العلاقة دي. شايفة كمان هنا في مراقبة بشأن شكوك في وجود طرف ثالث، أو إن شريكك ممكن يكون في عنده طرف ثالث، أو شريكك بيراقبك على إنك ممكن تكون في عندك طرف ثالث. شايفة هنا كمان طاقة من العند موجودة بين الطرفين، في مراقبة كمان بسبب وجود ممكن أطفال في العلاقة. شايفة هنا في ابتعاد بسبب عدم قدرة على اتخاذ قرار للبعض، كمان بسبب وجود أو تدخل طرف ثالث، لكن أنا شايفة في عودة، لكن في عودة فيها شروط، ومن ضمن الشروط ابتعاد، ابتعاد عن محيط ما، عن وضع ما، عن طرف ثالث، عن أهل، عن مشاكل. شايفة كمان من ضمن الشروط في حاجة تخص التحمل المسؤولية، أو حاجة تخص الأوضاع المادية. أنا شايفة هنا معاك يا برج العقرب، شايفة برج الجوزاء، برج الحوت، الثور، برج الحمل، ممكن كمان برج الدلو، الأبراج اللي موجودة معاك، ممكن كمان برج الميزان. ايه اللي ممكن يحصل؟ شايفة في مسألة وقت، في توهة، يعني انتوا في مرحلة هتنتقلوا بيها منها لمرحلة تانية بعد وقت، بعد وقت. للبعض هنا كمان في مشاعر، ممكن هنا كمان في كراش، للبعض هنا في مشاعر مختفية أو مخفية أو محدش يعرف عن الآخر،
بسبب عدم تصريح بمشاعر، إخفاء المشاعر. مفيش هنا، انتوا مش موجودين قدام بعض، او محدش قادر يحدد او يقيم مشاعر الاخر بسبب بعد مسافة. برج العقرب، شهر 6، بعضكم كمان ممكن يكون بيتعامل مع برج الأسد زي ما قلت، أو السرطان أو الحمل، لكن شايفة في عندكم في شخص بيعاند، في شخص بيعاند، عايز هو يقود، عايز يكون متحكم، عايز يكون مسيطر. ممكن الشخص ده كمان متمكن أكتر دلوقتي، فهو حر قراره، قادر ان هو يحدد، او شايف ان القوة في ايده هو، او هو اللي يقدر يوجه الطاقة، او هو اللي يقدر يوجه العلاقة، فهو مستغل الطاقة دي. هل للمنفصلين هل يوجد عودة؟ برج العقرب منفصلين، هل يوجد عودة؟ شايفة في عند وفي محاولة للخروج من العلاقة، لكن بشكل ممكن يكون مش مؤذي، يعني بشكل ممكن يكون سلس. شايفة شخص ممكن يكون فيه فعلا دخول طرف ثالث، في إحساس بندم وبخسارة، لكن أنا شايفة هنا في حالة لو في زواج، في زواج أو في أسرة، في احتمال للعودة مع شفاء للي حصل أو شفاء للعلاقة، زائد وجود اتفاق بوجود أشخاص أخرى، يعني شخص آخر، أو إنكوا تاخدوا رأي حد يكون متخصص في الأمور دي بالنسبة للمتزوجين. بالنسبة لو حد فيه كراش، فأنا شايفة إن البعض هنا فيه مشاعر حب مش معترف بيها، أو لسه ما صرحتوش بيها البعض مدارية، والبعض بيحس إن الطرف الآخر ممكن يكون متلاعب، أو هو شخص مش جاد في العلاقة، لكن الشخص ده هو في علاقة زواج، فيها طرف تالت وفي علاقة زواج، وده سبب ان الشخص ده مش قادر يحدد، او مش قادر يقرر في الوقت الحالي، او مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي، وعشان كده تبان العلاقة ان هي مش واضحة، ملهاش معالم، وان العلاقة ممكن تكون اون اوف شوية في الفترة دي. هل تستمر كده؟ مستمرة كده شوية بسبب وجود علاقة زواج. برج العقرب شايفة فيه إحساس بندم، إحساس بخسارة، لكن ممكن حل الموضوع باتفاق، إن يحصل اتفاق، لأن شايفة أنت بتواجه أو أنت بتتعامل مع شخص عنيد، أو شخص اكتسب قوة معينة، في شخص اكتسب قوة والشخص ده مش هيتنازل، يعني مفيش هنا كمان نسيان للماضي أو تخطي لمرحلة الماضي أو مشاكل الماضي زي ما بنقول. شخص اكتسب قوة، حاسس ان هو تحرر في الوقت الحالي، التفكير عندك انت، في امور غامضة عندك انت كمان بالنسبة اللي بيسأل عن كراش، ففي امور غامضة في العلاقة دي، ولو انت ما تعرفش هل الشخص ده متزوج او مش متزوج، فالشخص ده هو في علاقة زواج بالفعل، هو متزوج، والعلاقة دي ممكن تكون فيها أمور غامضة، زائد إنه ممكن يعرض عليك ارتباط سري، أو شكل ارتباط أو شكل علاقة سرية. بالنسبة لمواليد برج العقرب العازبين من القادم، انا شايفه ان في اخبار هتجيلكم، في اخبار للعازبين هتجيلكم بشان حاجه انت مثلا كنت مستنيها، او حاجه انت شايفه فيه كمان هنا دفاع عن النفس، امور انت كنت شاكك فيها هتوضح لك. زائد لبعض العازبين من برج العقرب، انا شايفه ان كان في حاجه في الماضي،
يعني كان في عندك حاجة في الماضي. ممكن عقرب هنا بيسمع منفصلين أو مطلقين أو كده، فبيقولك حاول إنك أنت تستفيد بس من دروس الماضي، تنساها، تكون بمثابة درع أو حماية ليك من الأمور اللي جاية. شايفة الماضي بالنسبة لمواليد برج العقرب عازبين مجهول نوعا ما. برج العقرب عازبين ما القادم، شايفة في بداية جديدة، شايفة في بداية جديدة، وشايفة في انتصار، شايفة في انك تقف على رجلك من اول وجديد، تستخدم كل امكانياتك حتى لو البداية لسه بسيطة. لكن شايفة هنا كمان في نصيحة انك انت تكون متحمس لشيء جديد او بداية جديدة، وتحاول تستفيد من دروس الماضي. بعض العازبين ممكن يكون هنا بيسأل عن عودة شخص من الماضي، فأنا شايفة هنا الموضوع لسه ممكن مازال مجهول أو غامض، زائد إن هنا بيأكد لك إن في بداية جديدة وإنت عندك القدرة على إنك تبدأ البداية دي. ده بالنسبة للعازبين. اللي اقدر اقوله كمان في مواليد برج العقرب بالقراءة العامة او بشكل عام، انا شايفة في علاقة فيها شخص بقى متحكم اكتر. يعني انا شايفة في قوة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه اتسلبت منك انت، او ما بقتش موجودة عندك انت، تمام. وفي شخص الاخر، انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون اصبح شخص مش سهل في الطاقة الحالية، زائد ان هو ممكن يكون بيستخدم قوة روحية ما. فانت خلي بالك من حاجة زي كده. انا مش شايفاها سلبية، انا شايفة ان هو بيستخدم حاجة لصالحه هو. برج العقرب تيك اكشن والوضع يتحسن. انت محتاج تعمل شفاء بقى، شفاء من تعلق، شفاء من حاجة، زائد انك انت تسامح. هنا كمان ذكر لك انك تسامح وتتعلم. محتاج انك انت ممكن تكون انت رافض انك انت تسامح، او انت حاسس انك مع حد رافض ان هو يسامحك. فهنا بيقول لك في شفاء لازم يحصل، في تسامح بناء عليه، وفي حركة لازم تحصل منك، لان انا شايفاك انت واقف في مكانك. ممكن تكون انت حاسس ان الطاقة واقفة، او انت مفيش في ايدك حاجة تعملها، لكن هنا بينصحك انك انت في ايدك حاجة تعملها. بيقولك تيك اكشن، او خد حركة، او ابتدي شوف ايه التغير اللي المفروض ان انت تعمله. زائد موضوع الشفاء ده يعتبر حركة، او يعتبر طاقة جديدة، او يعتبر تصرف. وتسامح نفس الشيء، لكن هنا بيبشرك بوجود الطاقة دي او الاشياء دي انك انت تمشي فيها، ان في وضع يتحسن. المهم انك انت تخرج من طاقة تعلق، او طاقة استسلام، او طاقة فيها تضحية زيادة عن اللزوم. ممكن تكون انت بتضحي في الوقت الحالي، فخلي بالك من طاقة زي كده. استعيد توازنك مرة أخرى، حاول إنك أنت تتوازن، تاخد خطوة للأمام، تعمل شفاء، تنسى أو تسامح وتتعلم. كل الأمور دي مهمة في الطاقة بتاعة شهر 6، علشان تنتقل لطاقة مختلفة بعلاقتك العاطفية، سواء عازبين أو منفصلين أو مرتبطين. التجديد بيحصل أو بيجي من إن أنا أغير من الطاقة بتاعتي، أخد خطوات مختلفة، أو أخد حتى خطوات سواء مختلفة أو مش مختلفة اتجاه الهدف اللي أنا عاوزه علشان يحصل التغيير. مفيش تغيير بيحصل في تجمد أو في جمود أو في وضع أو طاقة استسلام. حتى لو التغيير حصل ممكن يكون مش بالشكل اللي يرضيني، لان هو خارج عن ارادتي، ولان هو حاجة مش انا المتحكم، ومش انا اللي بتصرف، او انا اللي بقدر اتصرف.